بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. متابعينا ومشاهدينا الأماجد، السلام عليكم ورحمة الله. سنتطرق في هذا الفيديو الذي سينال إعجابكم إن شاء الله إلى آخر الأخبار والمفاجآت والأحداث المثيرة المتعلقة بمحترفينا، وكذلك أهم ما يميز مباريات يورو ألمانيا 2024، والبداية من الماتادور الإسباني الذي يتحدى ألمانيا في ربع النهائي بعد الإطاحة بجورجيا، وحسم منتخب إسبانيا تأهله إلى ربع النهائي بعدما انتصر على منتخب جورجيا بنتيجة 4-1 في مباراة شاهدنا فيها أسلوبين مختلفين تماما. فالمنتخب الإسباني كان وفيا لطريقته المعهودة وهي الاستحواذ على الكرة، صناعة اللعب، أما جورجيا فاعتمدت على الدفاع ومحاولة التحول، وعمل كل مدرب بأفكار واضحة وفقا لما هو متاح له من إمكانيات، وفي الأخير جودة اللاعبين وقدراتهم الفنية كانت هي الفيصل، وتبقى قدرات وإمكانيات اللاعبين تتحكم في كثير من الأشياء، على عكس المباراة الأخرى التي جمعت إنجلترا بسلوفاكيا والتي كان بطلها وبدون منازع ساوثغيت، أين توافقت آراء عديد الخبراء على سوء توظيف ساوثغيت مدرب إنجلترا للإمكانيات المتاحة له، هذا رغم تأهله، وخطط ساوثغيت وأفكاره لم تتمكن من استيعاب الأسماء المميزة بالطريقة المثالية التي تسمح لهم بإظهار كامل إمكانياتهم. وسيواجه منتخب إنجلترا في الربع النهائي الفريق السويسري، وإن واصل ساوثغيت بنفس الخطط والأفكار سيتلقى صفعة مؤلمة جدا من سويسرا ومدربها الممتاز مراد ياكين. نمر الآن إلى آخر أخبار محترفين واللاعبين الجزائريين الناشطين في مختلف الدوريات العالمية، والبداية من فرنسا. أين أكد الصحفي سونديوانا على أن نادي لوهافر توصل إلى اتفاق مع يانيس زواوي وسيمضي معه إلى غاية 2027، ويستعد اللاعب لاجتياز الفحوصات الطبية في الأيام المقبلة. أما موقع فوت ميركاتو فقال في تقرير له حول زواوي أن قصة جميلة جدا لبداية فترة الانتقالات الصيفية مع نهاية عقد زواوي مع مارتيغ، وسيجد زواوي نفسه أمام تحديا جديدا أقل ما يقال عنه أنه مثير. كما قال الموقع في مقاله أن الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 سنة والذي سجل هدفين وصنع 4 تمريرات حاسمة في 29 مباراة سيخضع للفحص الطبي في لوهافر قبل التوقيع لمدة 3 مواسم كاملة. وأيضا جاء في المقال أن حلم كل لاعب الانتقال من الليغ 2 أو المستويات الأخرى للعب في دوري الدرجة الأولى الفرنسية الليغ 1. وأشاد الموقع كثيرا بزواوي وإمكانياته، وقال أظهر يانيس أشياء عظيمة واليوم يمنحه هذا الحق في الانضمام إلى النخبة. ويتمتع الفرنكو جزائري بصلابة دفاعية كما يتمتع بصفات هجومية جيدة جدا، وهو الذي بدأ مسيرته كجناح، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الصفقة وانضمام اللاعب لنادي لوهافر في الأيام القليلة المقبلة. نمر الآن إلى الدوري الألماني، حيث شارك إبراهيم مازا أساسيا مع هيرتا برلين في مباراة ودية ضد FC فيبرنا، ولعب 45 دقيقة وقدم 3 تمريرات حاسمة. فيما يخص إبراهيم مازا حسب رأيي لاعب ممتاز جدا ولاعب مثير للاهتمام، وأنا شخصيا أتوقع لهذا اللاعب مستقبل كبير، فهو يملك الكثير من الإمكانيات، فعلى المعنيين بالأمر الاهتمام بهذا الموهبة الشابة. أما لاعب خط وسط نادي بارادو ياسين تطراوي فذكرت وسائل إعلام بلجيكية أنه سيطير هذا الأسبوع إلى بلجيكا للانضمام إلى نادي شارلوروا، بعدما تم الاتفاق النهائي على كل تفاصيل الصفقة بين جميع الأطراف، واللاعب ينتظر فقط تأشيرة الدخول للأراضي البلجيكية، فحظ موفق لك يا تطراوي. وفي موضوع آخر يخص قلب هجوم الخضر الدولي الجزائري السابق ناسيم مكرور الذي جدد عقده مع فريق شومبيري الفرنسي وهو يبلغ من العمر 50 سنة. ليس من السهل يا نسيم أكرور ممارسة كرة القدم في هذا السن، فكل التوفيق لنسيم أكرور.
وفي موضوع آخر، وبعد 6 أسابيع من الراحة عاد اللاعب ميادين دوان يوم للتحضيرات مع فريقه كليرمون فوت استعدادا للموسم الجديد 2024-2025، وسيشارك ميادين دوان مع فريقه في الدورة التدريبية التحضيرية المعتادة في الفترة من 7 إلى 14 جويلية، والتي ستتخللها مباريات ودية قبل الاستئناف الرسمي لمباريات الليغ دو في 17 من أوت، وستكون أول مباراة لنادي كليرمون فوت ضد فريق FC بو على وعلى أرضه. نمر الآن إلى الدوري الهولندي، أين بدأ الثنائي الدولي الجزائري رامز زروقي وأنيس حاج موسى مع فريق فينورد روتردام رسميا الاستعداد للموسم القادم تحت قيادة طاقمه الفني الجديد وعلى رأسهم المدرب الدنماركي صاحب 47 عام برايان بريسكي. ومن المقرر إجراء أول مباراة تحضيرية ضد فريق FC دوردريخت يوم السبت 6 جويلية ابتداء من 2:30 ظهرا. وكشف فينورد اليوم عن القميص الأساسي الجديد للموسم المقبل بتصميم فريد يجسد بعض المعالم التاريخية التي تعتبر فخر المدينة والنادي، وألوان القميص بالطبع كلاسيكية كالعادة الأحمر الأبيض والأسود، ويتميز القميص بخطوط انسيابية مستوحاة من المياه المرتبطة بمدينة روتردام وتبان وجوارب سوداء مع لمسات حمراء وبيضاء بالكامل وفقا للتقاليد. وسيكون القميص متاحا اعتبارا من الجمعة 12 جويلية. نمر الآن إلى موضوع آخر وإلى فضائح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حيث تم فتح تحقيق ضد 14 متهما في قضايا الفساد بالفاف. هذا ما أعلنت عنه نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائري الوطني الاقتصادي والمالي اليوم، وأصدرت نيابة الجمهورية بيان جاء فيه أن الخطوة جاءت عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية. وتم فتح التحقيق في قضية فساد تتعلق بتورط عدد من الإطارات في إبرام عقود مخالفة للإجراء الداخلي لإبرام الصفقات بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير نتج عنها تبديد للمال العام بالاتحادية الجزائرية لكرة القدم وبالخزينة العمومية. وأوضحت نيابة الجمهورية بأنه قد تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، ومن بين المتهمين الرؤساء السابقين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم زينخا وزين جيم وشين عين، والأمناء العامين السابقين دال ميم وسين ميم والمانجر العام السابق. والمتهمون متابعون بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا والتبديد العمدي لأموال عمومية والمشاركة في إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة والاستفادة من امتيازات غير مبررة. كان هذا ما لدينا في فيديو اليوم، نتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، نلتقي في فيديو آخر، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.